فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما قولكم في قول القائل يا سيدي اشفع لنا؟ يقول: ما قولكم في قول القائل يا سيدي اشفع لنا، قاصدا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول الآن ما يطلب منه شفاعة، يطلب منه يوم القيامة، هو حي، الشفاعة تطلب من الحي، بمعنى أنه يدعو الله، يجوز طلب الدعاء من الحي، أما الميت ما يطلب منه شفاعة ولا دعاء ولا شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كنت، لكن بالإمكان أنك تقول: اللهم شفعه في، اللهم شفع في رسولك وعبادك الصالحين، لأن الشفاعة ملك لله عز وجل. نعم.